تمسك واحد وتسوي هيك. والله مؤلمه هذه. سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين. شارع بروح بقدر افزع له. دائما بنوه انه انت لا تستخدمها الا للخير. بتي تكسر. ضربته لفيت وجهي لقيته نايم في الارض. واحد قلت له عمو روح روح حبيبي روح الله يرضى عليك. انا طبعا انا فعليا انا ما حسيت. لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مشعل مصمم من قناه مشعل الهجر. فيها كثير من الدروس تلاقونها في وصف الفيديو ان شاء الله. اليوم عندي ثلاث اسئله تدور في بالي كثير بخصوص رياضه الدفاع عن النفس. تلخصت هذه الاسئله من تعليقات المتابعين على قناه الكابتن فهد المهر. راح اوجه هذه الاسئله للكابتن فهد المهر واشوف ايش الاجوبه اللي راح يجاوبنيها. خليكم معي ويلا بينا نبدا. ولم يثن عزمك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضا. السلام عليكم. سلام اهلا. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ طيب. حياك. اليوم مع الكابتن راح نوجه الان الاسئله. صراحه كابتن انا اشوف عندك في التعليقات اسئله كثيره تقول ليش انت تألم الكابتن عندما تتدرب معه او عندما تصنع المحتوى. وشوف يقول يعني في فيديوهات دائما يتألم في الفيديوهات. شوف طبعا انا بشوف هاي التعليقات عاده ما برد على كثير من التعليقات لانه جوابها طويل كثير وما بنفعني اكتبها كتابه. فهذا الشيء اللي بدك تفهمه اللي متابعيني بدك تفهم انه انا لما بشد على الكابتن طبعا انا بكون مكلم الكابتن انه حشد بس اتحمل لانه الناس لازم تفهم مقدار الحركه. هسه في عندك استيعاب المعلومه بثلاث اشكال، اما بصري او سمعي او حسي. ممكن تستخدم الثلاث، البصري والسمعي والحسي. اعلى مستوى انك انت تشوف الشيء. تخيل واحد يحكي لك في حركه كذا كذا كذا، انت مش راح تقدر تستوعبها. لما تشوف الشيء راح تقدر تفهم الموضوع اكثر. لازم حقيقه يعني لازم يكون أيوة. في شويه من الحقيقه الواقعيه. هاي اول شغله انك تشوف الحركه بشكل صحيح، وثاني شغله اثرها شو. يعني انا لو مثلا شرحت مثلا معلش تحملني شوي مالك. لو مثلا خلينا على هاي الحركه مسكته مثلا من هون سويت زي هيك، قلت لكم مثلا مشعل بسوي الحركه زي هيك عادي صح؟ ايوه حلو. طب انا لو اجيت هيك قلت له مثلا مشعل في حركه بدك تمسك واحد وتسوي هيك. والله مؤلمه هذه. مؤلمه جدا. ايوه. فمين الافضل؟ مين الافضل؟ انت راح تستوعب انه زي هيك انا لما مسكت مثلا ضغطت فضغطتي راح تنفهم، اما أيوة. لما اجي اسوي الحركه انه يعني كم بس نسبتها تقريبا هذه من يعني كم نسبتها من الشيء الحقيقي 100% يعني نسبه الضغطه هذه يعني. لا انا بضغطها زي ما انت كيف انت شعرت فيها. الم والله الم كبير. لكن لو كان حقيقه اكثر لا انا لو بدي اضغط بقوه لا بتنزل في الارض يكون اكثر مباشره يعني هذا تاثيرها نسبته كم يعني تقدر 50%؟ ما حسب ايش الحركه. انا لما بدي امسك واحد واضغطه انا لو مثلا موقف عدواني او مثلا بدي اوصل له رساله لما بقول له هيك عادي يعني. اما لو واحد مثلا مسكته زي هيك وحظني ماسكه لحد ما ينزل في الارض يقعد يترجى انه ان شاء الله اتركني ان شاء الله ما يوقعك معي ما يوقع معك ولا شيء من هذه الساعه او الدقيقه اللي راح نواجهك فيها. طيب انا عندي سؤال صراحه محيرني وانا متابع قناتك من زمان وفي سؤال دائما الناس تعطيك اياه في التعليقات. هل انت تعلم الناس العنف ولا تعلمهم رياضه حلو. او مهنه؟ انا عاده لما انا بشوف هذا السؤال بالذات انا بشوف الانسان هذا ما هو فاهم. يعني الان عشان تفهم النقطة هاي انه انا بعلم الناس العنف ولا انا بعلمهم الـ الثقة بالنفس وشيء يكون فيه يدافع عن نفسه فيه لو صار عنده مشكلة. انت لما تروح عند محل اواني اشتريت سكين، السكين هذا هل انت بتتقطع فيه فواكه وبتطبخ فيه بتفيدك نفسك يعني وبتفيد غيرك فيه ولا انت تروح تقتل فيه؟ سلاح ذو حدين. فالدفاع عن النفس نفس الشيء. انا الدفاع عن النفس انا بيعطيني ثقه عاليه، انا بتعلمها. انا لو صار موقف الازمات كيف منها؟ واحد مثلا اجى اعتدى علي، واحد مثلا شفت واحد قاعد بنظر في الشارع بروح بقدر افزع له يعني اقدر انقذه. فانا ما رحت اقتل الثاني وكذا وزيك. فهو سلاح ذو حدين زي ما هو في السكين. انت السكين تنباع في السوق. فالسكين ممكن تستخدمها بهذه الطريقة ممكن تستخدمها بهذه الطريقة بس أنا بعطيك دائما بنوه أنه أنت لا تستخدمها إلا للخير. ممتاز جدا والله صراحة جواب ممتاز جدا وأنا فعلا تضحت عندي الصورة بشكل كبير وإن شاء الله تكون الصورة تضحت عندكم وعند الجميع لأنه فعلا أعطانا يعني لخصنا الجواب بأقل من دقيقة وجواب واضح ومقنع جدا. طيب انا عندي سؤال ثالث واختم فيه موضوعنا اليوم، موضوعنا السريع. طبعا انا بس حبيت اوجه هذه الاسئله بشكل شخصي مع الكابتن لاني امون عليه شويه. مشكله. وهل رياضه الدفاع عن النفس هل تخلى الشخص يكون عنيف؟ هذا مصطلح خاطئ عند كثير من الناس انه انت بتصير انسان عنيف. انت فعليا ما انت انسان عنيف، انت بتصير هادئ اكثر. بتصير هادئ وتحملك اعلى. كيف يعني؟ مثلا على سبيل المثال انا كثير بصير معي مواقف كذا زي هيك بيجي واحد بتكلم وكذا وزي هيك يعني لدرجه مره واحد كنت ماشي زي هيك راح
ضربني، اضرب مثلا كوع، اضرب كوع، ضربني كوع. أيوة. انا طبعا انا فعليا انا ما حسيت لا لا، هو جاي بده يضرب وكذا. انا ما حسيت فيها اصلا لانه انا تحملي في الالم عالي يعني الحمد لله، يعني لو ضربتني اي ضربه عادي شخص عادي انت كثير. جسمك ممرض كثير. اما لو انا ممكن اطيح فضربني هو، انا نظرت عليه عادي، اخذت الامور عاديه. فلو كان انسان اخر، الانسان العادي للعادي تلاقي نظره عليه راح ليش تطلع علي. ايوه احنا ممكن. بالنسبه لنا احنا بنكبر امور عقلنا اكثر من هيك. يعني هاي بنشوفها امور تافهه، ما بنروح والله دفعني اروح اضربه وكذا وزيك. لا خلاص، اذا في ممكن منزعج من موقف معين وانا اسات له، هذا يعني انا باجي انه ممكن اعتذر له. اما اذا شفت انه موضوع تافه يعني ما في داعي. يعني كثير صارت معي مواقف، يجيك واحد بيطلع يطلع زيك عليك، طب اوكي انت يعني اذا تتفرج انا عاده ما بشوفه زيك وبتركه، ما لانه مش مهم، ما في اهميه فيها. متعود للمواقف هذه انت بشكل متعود، لانه انا ثابت، انا ثابت من جوا، انا ما بهتز بسرعه. انا يعني قد ما لعبت قتالات وكذا ما بهتز بسرعه. فانا بهاي النقطه اول شيء ما انا مش انسان عنيف فيها. شوف كيف الفرق بيني وبين الانسان الثاني. شغله ثانيه، انا عندي تحمل عالي جدا وصبر على الناس، لانه انا خايف عليك، انت مش خايف على نفسي. فهم هاي النقطة كيف؟ إنه أنا الشخص الآخر لو أجاني ممكن أنا ضربتي تكسره، ممكن مزحي يكسره. يعني أنا مرة أجا واحد بمزح معي مثلا، أجاني مساكني هيك من خلفه سوى زي هيك، فأنا جسمي تلقائيا يعني أجا مسك زي ضربت، أنا مش قاصد ضربته، لفيت وجهي لقيته نايم في الأرض. فأنا ما قلت له، رحت عليه قلت له يا ابن الحلال مزحك جد أنت خلاص؟ لا مش مزح، وقفت عليه قلت له يا ابن الحلال لا تمزح معي، معلش أنا آسف بس لا تمزح معي بهاي الطريقة، لا تمزح معي بالإيد ردودي تطلع تلقائية لحالها، مبرمج مخك أنت مباشر تضرب ما فيها. فلذلك يعني شوف أنت صار عندك تحمل عالي، تحمل الآخر ونفسك، اخلاقك ترتقي اكثر، وهذا كله بسبب الدفاع عن النفس، لانه الرياضه تخلي الشخص يعني فعلا بتهذبه، ترفع نسبه الثقه في النفس والجاهزيه، وتخليه يمسك نفسه الاكبر قدر ممكن. ايوه تحمل النفس يكون عالي جدا، اعصابه ما تنفرط بسرعه زي الشخص اللي هو العادي. مثلا انا ممكن اي شخص يطالع فيني او يمسكني كذا اقول هذا ايش فيه، هذا فورا يصبني رده فعل قويه. انت ممكن انت شخص تكون ثابت بكل موقف وانت تعرف كيف الموقف، حتى خصوصا الجيل الجديد اللي بيجيك من الصغار اللي عمره 15 16 بيكون ما اخذ في نفسه مقلب انه انا انسان قوي وكذا وكذا وكذا، فهذا انا بشفق عليه. يعني لو يحكي وكذا زيك خلاص اتركه، يعني مره زيك واحد قلت له عمو روح حبيبي روح الله يرضى عليك لانه مش مستاهل. يعني انا اجي احط عقلي بعقل طفل او كذا، او واحد مراهق كذا، فلا انا بمشي له اياها عادي. لانك انت مرت بتجارب كبيره مع الناس ومع المتابعين ومع الاشخاص من خلال خبرتك بهالمجال. يعني مضيت الان قضيت ممكن 20 سنه صح، 20 سنه في المجال هذا كمدرب تقريبا الان قريب ال 20 كمدرب يعني أكيد. اما كلاعب لا اكثر من كل عمرك لاعب بالعمر 7 سنوات بديت والان كل عمرك لاعب. انت عندك خبره من الطفوله بهالمهارات هذه، بتعرف انت كيف تتعامل مع الناس، حتى ممكن عندك قراءه للشخصيات اللي فعلا هذا راح يسوي شيء وهذا ما راح يسوي شيء. هاي من الامور ان شاء الله نهجيها بفيديو ثاني، بنتكلم عن انه كيف انا بدي اشوف هذا انسان عدواني، ما هو عدواني. انا كيف بحدد انه راح من سمات وجهه، ايوه من وقفته، من تعبير وجهه، من طريقته، هل هو انسان ممكن مختل جاي بس هيك يعني ما بتعرف، او انسان واحد شايف حاله زي مراهق وكذا وزيك. نجي ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. في فيديوهات جايه حيكون في لقاءات كثيره مثل اللقاءات هذه والنوعيه هذه من اللقاءات، وراح تفيدكم بشكل كبير، لانه فعلا في كثير من الاسئله تراودنا، وانا شخصيا راودتني كثير من الاسئله، وحبيت اوجه هذه الاسئله ثلاثه، راح تكون يعني ان شاء الله واضحه الصوره عندكم وعند الجميع. واذا حبيتوا تطلعوا على قناتي موجوده اسفل الفيديو، فيها كثير من الاشياء تفيدكم في مجال التصوير والمونتاج والذكاء الاصطناعي. ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه. كان معكم الكابتن فهد مشعل الهجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكرك لدعمك المادي للقناة عبر باي بال وباتريون، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس لكي لا تفوتك الفيديوهات القادمة، وأي استفسار اتركه في التعليقات، ونراكم على خير في الحلقة القادمة.